بال 2010 كانت مديونيتنا 11 مليار، بنهاية ال 2014 وصلت ال 23 مليار، يعني من هون لل 2023 على خير وهدات بال للي بكون بعده طيب بنكون وصلنا لل 40 مليار. والسؤال اللي بطرش نفسه طرش، يا ترى مع هالمديونية المتورمة حكومتنا بعدها متقشفة ولا بطلت؟ نشرت صحيفة الرأي تقرير حول الإنفاق الحكومي على السيارات لسنة 2014. قديش حزركو؟ المصروفات على السيارات الحكومية بلغت 40 مليون دينار بسنة واحدة. مصروفات الديزل والبنزين والمشاوير الختي متي وصلت 31 مليون. الصيانة تبعت البنشرجية والميكانيكية 9 ملايين و700 ألف دينار. شفتوا التقشف اللي على أصوله؟ أني مر علي خريمة قهوة، خريمة شاي، خريمة دخان، يا أخي خريمة شنينة، لكن خريمة سيارات أول مرة بسمع فيها. قبل سنتين وبعز الأزمة الاقتصادية وارتفاع البترول لشق شخصية مهمة سيارة مرسيدس اس 500 حقها بهذاك الوقت 180 ألف دينار، اللهم لا حسد. طبعا هسا بدريش وين صارت السيارة. المهم يعني بوقت الواحد والله ضاق شوي، يعني البلد بيش وهو بيش، الناس وين وهو وين. بعدين بلعناها ومش الحال، يعني احنا صاير فينا زي اللي بوك الهواء على راسه وعبو غفلة، اولها بتوجع ودوخ بعدين بقول يلا مريح لي ما طبت بعيني. بعد كم من يوم بطل حدا يجيب سيرة سيارة سيادته، والله صعبة هاي شلون عرفت اقولها مش عارف. صرنا نبرر قلنا يلا الله يبارك له، ما هو بيجي ضيوف من برا حرام واجانب وناس ووفود مش حلوة بحقنا، يعني البلد يستقبلهم مرسيدس عادية ولو مش عشانه، عشان اسم البلد، بلد الجود والكرم والمديونية. ما فيش شهرين ولا كاميرات المصورين زاقطة الحكومة راكبة سيارات تويوتا بريوس هايبرد ورايحين على السلط. يعني شو قصة سيارات التويوتا هاي؟ قالوا لا والله بس اجتنا منحة من اليابان 33 سيارة للحكومة عشان يصيروا يستخدمون صديقات للبيئة. قال يا أخي على فرض هذول هدية للحكومة، يعني ضرورة تجربوها؟ ما هو عندك اس 500 والكروزر السودا والرينج روفر والذي منه، ولا خايفين على عجالة يتوسخن؟ يعني اختفت سيارات الهايبرد بقدرة قادر من استخدام الرئيس والجماعة ورجعوا للمرسيدس. اسبوع اللي فات الصحفيين زقطوا دولته وهو رايح يعزي راكب سياره غريبه عمرهم ما شافوها بالبلد. هيك قاعد السياره. Tesla's Model S still the best. بس لو ايش تكذب؟ والله السياره احلى من هيفا. من هون لهون سألوا هاللي بفهموا بالسيارات، طلع اسم السيارة تيسلا. قال شو؟ جايتنا منحة من أمريكا للحكومة الأردنية. فالأخ رجع هبد تيسلاية واحدة على سبيل التسلاية. يا أخي ضروري كل ما تيجينا منحة سيارات تطرق لكم واحدة على حساب الشباب؟ يا أخي ضروري تجرب كل شيء بيجينا منحة من برا؟ يعني بإمكانكم تتبرعوا فيها لصندوق المعونة، لمؤسسة الأيتام، لجامعة متعثرة، لصندوق الزكاة، يزم لصندوق البريد، المهم تبرع. وهيك بصير للحكومة سيارة للضيوف والوفود الكبيرة اس 500، للولادات متسوبيشي لانسر، لعمليات الزايدة والبواصير نيسان صني، للطهور والأعراس تويوتا بريوس، وللعزيات بعيد عن هون تسلا، عملها سودة يعني. طب إذا بتحبوا تجربوا كل شيء، طب ليش ما تجربوا شحنة القمح اللي جت للشعب؟ ولا أنتوا بس أخصائية سيارات؟ لا، واللي بقهرك يوم الحكومة تزور المحافظات عشان تحل مشاكلهم قال شو بركبوا؟ باص جت جت غاد. كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار، بيركبنا خلف وبياخدنا مشوار، والبوليس يصفر له بإيده ويأشر له سيارة.